بي سي عصام أكمل. عصام، هل بدأ اجتماع مجلس الأمن القومي؟ ما الذي سيناقشه وما هي القرارات المهمة التي تم الحديث عنها؟ بالفعل حمدان، الاجتماع المجلس الأمن القومي المفترض أن يبدأ الآن ليبحث العديد من القضايا الملحة التي على جدول أعماله. هناك كما تعلم قضية الاعتقالات، لا زالت هناك عمليات اعتقالات متواصلة لأشخاص يشتبه في أن لهم علاقة بالانقلاب أو حركة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضية. حتى الآن تم اعتقال آلاف المشتبه بهم وإقالة آخرين. الاعتقالات شملت مدنيين وعسكريين من كافة الرتب، أكثر من 100 من كبار القادة العسكريين. السلطات التركية تقول إنها لا زالت تبحث عن أشخاص آخرين فارين من العدالة لكي تحقق معهم. أيضا لابد من الإشارة إلى أن الاعتقالات شملت قضاة وأيضا محققين ورجال شرطة وأعضاء في المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. إذن نحن نتحدث عن حملة اعتقالات واسعة جدا طالت كل أجهزة الدولة. الرئيس أردوغان كان قد وصف المتآمرين بأنهم سرطان في جسم الدولة. هذا ما قاله قبل يومين عندما حضر جنازات رجال الشرطة الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة. مجلس الأمن القومي اليوم سيبحث كل هذه القضايا، وأيضا قد تكون هناك بعض الرسائل السياسية حول مثلا كما ذكرت موضوع تسلم أو تسليم أو طلب تسليم رجل الدين فتح الله جولن الذي يقيم في المنفى في الولايات المتحدة. هناك يبدو أن بعض التطورات حصلت في هذا الموضوع. بالأمس تركيا قالت أنها قدمت وثائق رسمية وطلب رسمي للولايات المتحدة مدعوما بالوثائق تثبت تورط فتح الله جولن في الانقلاب. اليوم هناك طيب عصام، ما هي طبيعة هذه الوثائق وإلى ماذا تستند؟ لا ندري. كانت الولايات المتحدة قد قالت إنها بحاجة إلى وثائق رسمية تثبت أنه فعلا متورط في المحاولة الانقلابية. لابد من الإشارة إلى أنه إلا أن فتح الله جولن أعطى مقابلات للإعلام في الولايات المتحدة، قال إنه لا علاقة له، نفى أن يكون له أي علاقة بالانقلاب، وقال إنه لو كان يعلم أن هناك حركة انقلابية لكان قد أصدر تعليماته بوقفها، وقال إنه رجل كبير ومريض ولا علاقة له بهذه الحركة. طيب، فيما يتعلق بتسريبات ويكيليكس، يعني تم حجب موقع ويكيليكس في تركيا بسبب نشره وثائق عن هيكلة النظام التركي، ما الذي يحدث في هذا الشأن عصام؟ الموقع يزعم أن لديه حوالي 300 ألف وثيقة بين عامي 2010 و2016، معظمها حصل عليها من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهي تكشف عن رسائل متبادلة بين القيادات التركية في الحكومة حول العديد من الأمور الحساسة، لكن لم نرى هذه الوثائق بعد. وهنا في تركيا تم حجب الموقع، لكن نتوقع أن يتم تسريب أو نشر بعض هذه الوثائق في الصحافة العالمية، لأنه من الصعب أن تحجب هذه المواقع خارج تركيا. ولكن هنا في تركيا على الأقل تم حجب موقع ويكيليكس، ونحن بانتظار الاطلاع على بعض هذه الوثائق من وسائل الإعلام أو من مواقع موجودة في الولايات المتحدة أو في أوروبا الغربية في خلال الأيام المقبلة. من اسطنبول، موفد بي بي سي عصام أكرماوي، شكرا جزيلا لك.